أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
يعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. متن تحفة الأطفال. يقول المؤلف رحمه الله: باب أقسام المد اللازم. باب أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، سله سحيرا من قطع كذا اشتهر. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. قال ابن الجزري رحمه الله: وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعد الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يغفر بالرشد، والحمد لله لها ختام
ثم الصلاة بعد والسلام على نبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة. All thanks are due to Allah. Alhamdulillah, we heard our sister Fatima Jallo, she memorized the entire Quran with the riwayah of Hafs al-Asim in the way of Shatubiyya. Inshallah, she read complete from Al-Fatiha to Min al-Jinnati wal Nas. And with this, inshallah, we will be giving her shahada of this memorization, and also she will be taking also an ijazah of Tuhfat al-Athar and the Masjid of Al-Jinnah. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترتي ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجثم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلت رجح عليه مريحا وموكلا.